في بديل عن هذه المنظومة السياسية اللي وصلت البلد لهالخراب، لأنه اللي وصل البلد للخراب ما هو ممكن يرجع يصحيح ويصلحه. مشروعنا اليوم هو مشروع سياسي بديل عن هذه السلطة، أساسه حكومة وطنية انتقالية من خارج هذه المنظومة السياسية الطائفية ومع صلاحيات استثنائية تشريعية، تبني دولة علمانية، دولة مدنية، دولة غير طائفية غير مذهبية، وتحط الإصلاحات المطلوبة وتوقف هذا التفاوض مع صندوق النقد الدولي اللي عمال يحاول يفرض شروطه السياسية والاقتصادية والمالية. هذه الشروط اللي بتضرب استقلالية لبنان وحقوق كل اللبنانيين. نحن مكملين بهالمعركة لأنه هي معركتنا، لأنه اليوم بعد الانهيار للي صار للليرة اللبنانية والانعكاسات السلبية للي صارت على الأجور تبعنا، على الرواتب تبعنا، على القوة الشرائية، هذا الفساد المستشري ما يضلح، ولا شفنا لا إصلاح ولا شفنا أي شيء. نحن مكملين بهاي المعركة لإسقاط هيدي السلطة وإيجاد سلطة بديلة وإعادة القوة الشرائية للليرة اللبنانية. الدولة المدنية الغادرة والقوية جايين بالشارع للآخر تنوصل لما طلبنا. ما طلبنا كتير هينة، أقل شعب بيطلبها. بدنا حكومة مستقلة مع صلاحيات تقدر تعملنا قانون انتخابي جديد وننتخب طبقة سياسية جديدة بتمثلنا مزبوط، لأنه اللي عم بيصير اليوم ما بيمثلنا. نحن شعب خسرونا كل شيء، ما بقى عنا شيء نخسره، ما بقى عنا غير الطريق. أشغالنا فرطت، حياتنا فرطت، ولادنا فلوا، ما بقى عنا شي نخسره، عنا الطريق.